رفع هذا الكافر السيف ليهوي به على رأسي. أدركت أني هالك لا محالة. ها قد طلبت الموت وستناله الآن. بل أنت من سينال الموت أيها الكافر اللعين. أبو عمرو، أراك تذكرتني، وكيف لا تذكرني وأنت سرقت أموالي وبيتي؟ لقد أتيت في الوقت المناسب يا أبا عمرو. هل قتل محمد؟ لا أعلم يا هند. لقد سمعنا بخبر قتله، ثم سمعنا أنه ما زال على قيد الحياة. لقد تفحصت جثث القتلى ولم أجد محمدا بينهم، فلعله ما زال حيا، أو لعله قتل فحمله أصحابه إلى شعب الجبل. أترككما الآن. إلى أين يا هند؟ لدي مهمة خاصة، أخيرا سأشفي غليلي منك يا حمزة. ما هذا الصوت؟ إن المشركين بقيادة خالد وأبي سفيان يحاولون مهاجمتنا. نعم، عندما أراد المشركون هجومنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتركوهم يصعدون الجبل. وبدأنا نشتبك مع المشركين، فتراجع المشركون وابتعدوا عن الجبل جميعهم. ولكن بعد فترة قصيرة سمعنا صوت أبي سفيان من أسفل الجبل: أفيكم محمد؟ قال الرسول: لا تجيبوا. ارتفع صوته مرة أخرى: أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر بن الخطاب؟ يا للبشرى، لقد قتلوا جميعا، إذن فآلهتنا هي الأعلى. فقال عمر بعد أن أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلى وأجل. يا عمر، أقتل محمد؟ فقال عمر: لا، إن رسول الله بخير ويسمعك الآن. وبعد أن رحل أبو سفيان طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من علي بن أبي طالب أن يتفقد المشركين، وذهب علي لينفذ ما أمره به رسول الله. وماذا فعل الرسول بعد علمه بمقتل عمه حمزة بن عبد المطلب؟ حزن حزنا شديدا وبكى عند رؤيته، خاصة بعد أن مثلت هند بجثته. ألهذا الحد كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، فقد كان حمزة قبل إسلامه يحب الرسول ويدافع عنه، وبعد إسلامه زاد حبه له. وعلي بن أبي طالب هل عاد بخبر المشركين؟ نعم، وقد أخبر الرسول بتوجه المشركين نحو مكة، فقرر صلى الله عليه وسلم الرجوع إلى المدينة بعد دفن الشهداء. ولماذا خرج رسول الله مرة أخرى لملاقاة المشركين؟ رسول الله عندما عاد إلى المدينة كان يفكر إنما حدث هزيمة ليس نصرا كاملا للمشركين، ولذا ليس ببعيد أن يرجع من الطريق لغزو المدينة. ماذا؟ غزو المدينة؟ وإلى أين اتجهتم يا عم زيد؟ توجهنا إلى منطقة تسمى حمراء الأسد، فعسكرنا هناك وأشعلنا نارا كبيرة توهم من يراها بكثرة عددنا. من هذا الرجل الذي خرج من خيمة الرسول؟ إنه معبد بن أبي معبد الخزاعي. معبد؟ نعم أعرفه. وماذا يريد هذا الرجل وهو ما زال على دين آبائه وأجداده؟ لم يعد كذلك، فلقد أسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. سيدي إبليس، أراك غاضبا للغاية. لقد فشلت في النيل من محمد وأتباعه، ولكن قتل منهم 70 رجلا. ولماذا لا يقتلون جميعا؟ لماذا يزدادون عددا؟ لذا لابد من القضاء عليهم. لو ظللت هكذا ستنفجر من الغيظ. اغرب عن وجهي ودعني افكر. كأننا لم ننجز شيئا يا سادة قريش. كيف تقول هذا يا عكرمة بعد انتصارنا؟ أي انتصار تتحدث عنه يا أبا سفيان؟ هل قتلنا محمدا؟ هل أسرنا أحدا من المسلمين؟ هل استطعنا غزو المدينة وتدميرها؟ أجبني. إذن ينبغي الرجوع إليهم مرة أخرى لنقضي عليهم. من القادم يا ترى؟ إنه معبد بن أبي معبد الخزاعي. عمتم مساء يا سادة قريش. ما وراءك يا معبد؟
لقد جئت لأخبركم أن محمدا قد خرج مع أصحابه يطلبكم، ورأيت على وجوههم غضبا لم أرى مثيله. ويحك، ماذا تقول يا رجل؟ أقول ما رأيته يا زعيم قريش، ولكننا أجمعنا على العودة لنقضي عليهم. على أي حال، لقد أبلغتكم بما رأيت، فافعلوا ما ترون. اللهم اجعلني ممن ينصرون رسولك والإسلام. ما قولك يا أبا سفيان؟ إيه؟ ليس لنا في الأمر حيلة، لذا من الأفضل لنا الرجوع إلى مكة، فهيا نجمع رجالنا ونكتفي بما حققناه. أرى أن الكثير من الجنود قد عاتوا بإصابات وجروح عديدة. هذه هي الحرب يا ابن سلول، وعلى أي حال فهي إصابات بسيطة. من الجائز أن يكون ذلك بالنسبة لك يا زيد، لكن هناك من الجنود من ليسوا كذلك، فمنهم من فقد عضوا من جسده كاليد أو إحدى الساقين أو... ماذا تريد يا ابن سلول؟ أفصح عن قصدك. لماذا أنت غاضب يا مسعود؟ لقد قصدت فقط أنكم لو أخذتم برأيي وأتم معي إلى هنا ما كان حدث كل ذلك، وما قتل منكم أحد. نحن لسنا بالجبناء والمنافقين الذين يخذلون نبيهم. جبناء؟ منافقون؟ أين؟ على أي حال أنا لم أقصد إلا الخير، وما جئت هنا إلا لأطمئن على أقصد على رسول الله. ترى كيف حاله الآن؟ إنه في خير حال. نحمد الله على ذلك. أراكم على خير. منافقون أين؟ إنما حدث للمشركين لم يكن أكثر من أنهم وجدوا فرصة عندما ترك الرماة أماكنهم في الجبل، فشلوا فيما كانوا يهدفون إليه. صدقت يا زيد، ولن يفلحوا أبدا، فهم يريدون أن يطفئوا نور الله، ولكن الله سيتم نوره ولو كره الكافرون.